لأولى محطاتنا سالي لليوم، ويمكن كتير بالآونة الأخيرة صرنا نسمع عن حديث وهو عمليات التجميل، وأنه هو ملجأ السيدات بالوقت الحالي، وحتى بعض الرجال أيضا صاروا يلجأوا لعمليات التجميل لا يحصلوا على شكل جذاب ومظهر متكامل. ولكن هل أصبحت العمليات موضة؟ هل أصبح الهوس للتشبه بالمشاهير أيضا موضة؟ ما الصح وما الغلط؟ إيمت أنا بقدر أعمل عملية وتكون أنا بحاجة إلى وبنفس الوقت استفيد منها؟ وإيمت هاي العمليات ممكن تبالغ وتشوه الإنسان؟ كل هاي الأسئلة رح نتعرف عليها وأسئلة أخرى مع ضيفنا لليوم الدكتور أحمد صالح، اختصاصي جلدية وتجميل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح مشاهدي الإخبارية الأكارم. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. يمكن اليوم موضوعنا جدا مهم، خلينا نقول من بين قوسين حساس، يعني خاصة بالفترة والآونة الحالية. لهيك بداية خلينا نحكي عن أنواع عمليات التجميل بشكل عام. تمام. هلأ بداية خلينا نقول أنه عمليات التجميل تقسم لثلاث أنواع. أولا عمليات التجميل اللي بتهدف لمحاربة الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر، وهذا بيتضمن حقن البوتوكس والفيلرز والبي آر بي، وحديثا حقن البروفايلو والإبرة النضارة الملكية إلى آخره. اثنين عمليات التجميل اللي بتؤدي لتغيير شامل أو جزئي بشكل الجسم، مثل تكبير الصدر أو تجميل الأنف أو شفط الدهون أو شفط الدهون وشد البطن ونحت الجسم إلى آخره. النوع الثالث هو المهم جدا، هو عمليات التجميل والترميم اللي عم تصير لنتائج الحروب والمآسي اللي صارت بالبلد. مثل ما بتعرفوا بلدنا عم يتعرض لحرب ظالمة من أكثر من 10 سنين، وللأسف الشديد في كم كبير من الإصابات سواء حروق أو آثار العمليات الحربية. هاي العمليات بتهدف لإعادة دمج المرضى بالمجتمع وتخفيف الضغط والأذى النفسي اللي بيلحق فيهم. نعم. طيب دكتور، يعني مثل ما حكيت في كتير من أنواع العمليات التجميل، خلينا نفصل شوي ونفرق بيناتهم، بين اللي عم نشوفه رائج حاليا هو من أنو نوع، وبين اللي عم بيكون هو ضروري وحاجة ملحة في بعض الأحيان. هلأ مثل ما بتعرفوا يعني بوصلة المرأة هي جمالها، ومتى ما اختلت هالبوصلة شوي هذا بيسبب لها مشاكل مع نفسها وبالتالي مشاكل مع المحيط. فدائما أي صبية تطمح للأفضل. نحن كأطباء جلدية وتجميل دائما بننصح الصبايا انه اعملوا الشيء الضروري. يعني انت بتروحي لعند طبيب جلدية او طبيب جراحة تجميلية، عندك ديفو معين، احكي له قصتك للدكتور انه انا هذا الموضوع متضايقة منه مثلا، اعملي مقاربة انت وياه، حتوصلوا بالنهاية اكيد هو حينصحك بالشيء الافضل. نحن دائما مع عدم المبالغة باي شيء تجميلي. للاسف عم نشوف حاليا يعني مبالغة كبيرة، قد يكون خلل بالنظرة التجميلية. صحيح. يعني بين قوسين مثلا تيجي صبية تتفرج بتشوف مذيعة حلوة مثلكم هيك أو ممثلة جميلة، فبتقول أنا لازم صير مثلها لحتى أعيش حياتها. يعني بتكون بمخيلتها أنه أنا إذا صرت مثلها فأوردي حصير أعيش حياتها وسافر وروح وإجي. يعني أحيانا تجيكي صبية حاملة صورة ممثلة أنه بدي صير مثل هي مثلا، هون بقى هي القصص الصعوبة، هون الصعوبة بهالموضوع. نعم. يمكن هون دكتور انتو كأطباء اختصاصيين بتقدروا مثلا، خلينا نقول تقاسيم الوجه، دائما الطبيعي هو رب العالمين، يعني ما في جمال بيقدر يطغى على رسمة رب العالمين، ولكن حضرتك حكيت نقطة كتير مهمة انه اذا كان في تشوه معين، في خلل معين، في رتوشات هيك معينة ممكن تنعمل. خلينا ننتقل لنقطة كتير هامة ولازم نسلط الضوء عليها، هي اللي صارت عمليات التجميل يعني مثل ما بيقولوا شغلة اللي ما له شغلة، يعني كل حدا معه إبرة أو عنده مادة بيحط مريض وبيحقن، يعني أخصائيين خلينا نقول أحيانا ما بيكونوا أخصائيين تجميل، بيكونوا أخصائيين بشرة، عناية بالبشرة، ما هم أطباء وبيحقنوا. هون خلينا نلقي الضوء على هذا الموضوع. هلا هذا حديث ذو شجون الحقيقة، يعني وفتحت باب كتير كبير. تماما. الفوضى اللي صايرة بمجال التجميل للأسف بالبلد أنا برأيي إلى ثلاث أسباب. أولا خلل بالفكر التجميلي، مثل ما حكينا الصبايا عندهم فكرة معينة أو زارعين شيء ببالهم أنه أنا بدي صير مثل فلاني أو كذا، هذا سبب كتير أساسي. رقم اثنين
الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي على قد ما بتعمل ما بيكون لها أثر إيجابي، للأسف لها أثر سلبي كتير، خاصة لما بيتحول الموضوع لموضوع تجاري، يعني لما بيتعاملوا مع المريض كسلعة كتجارة. للأسف يعني إيه، يعني بين قوسين جروبات التجميل اللي بتحاول تعمل دعايات بقصد الربح، وممكن يعني يكون لغاية تجارية مع بعض المراكز غير المرخصة أو أطباء غير الاختصاصيين. هذا الشيء كتير كتير سيء، والميديا لعبت دور كتير سلبي. صحيح. هلأ السبب الثالث وهو الأهم هو كثرة المعتدين على اختصاص التجميل. نعم. يعني للأسف الشديد، يعني مع كل الاحترام، يعني كل الأطباء صاروا يشتغلوا تجميل، مو بس الأطباء، يعني حتى الصيادلة صاروا يشتغلوا تجميل. ممرزين. بنت قعدت يومين عند دكتور تجميل أو مركز تجميل، فتحت على حسابها وصارت تشتغل بالحقن. للأسف يعني مو بس هيك، الكوافيرة صارت تحقن تجميل، يعني بتمرقي على مكان بتلاقي صالون حلاقة لتجميل للسيدات، قص وسيشوار حقن وحقن بوتوكس وفيلر. يعني للأسف يعني هذا الموضوع مزبوط. كتير كتير دارج. أنا باعتقادي الاتجاه على هذا الموضوع كونه مربح نوعا ما برأيهم، يعني لكن بهالحالة بتحول المريض لسلعة تجارية. صحيح. خاصة موضوع كروبات التجميل اللي يعني بيوجهوا المرضى للناس غير أخصائيين. أنا برأيي هذا الموضوع بده مقاربة ما بين رابطة جراحية التجميل ورابطة أطباء الجلدية مع السيد وزير الصحة. وزارة الصحة مشكورة، لازم تقطر هذا الموضوع، تقونن هذا الموضوع، انه اوكي يعني مين الطبيب المسموح له يشتغل هاي القصه 100%. والامور الثانيه او المعتدين على المهنه يلتقى لهم حل. نعم. كمان دكتور خلينا ننوه عن شيء، يعني التجميل او العلم بشكل عام والتقنيات اللي صارت موجوده ببعض الاحيان هي صارت نعمه لكثير من الظروف، مثل ما حكيت حضرتك نحن عندنا كثير خبراء بتجميل حاليا، الحروق واثار الحروب اللي صارت موجوده برغم الحصار الاقتصادي، شح المواد الأساسية بكثير من الأوقات، إلا أنه في أساليب وفي طبيب حابب أنه هو يساعد ويجتهد ويشتغل لوطنه ولبلده. خلينا نحكي أيضا عن هذا الطب اللي مهم جدا تسليط الضوء عليه أيضا خلال هالفترة. تماما صديقتي. هلأ طب التجميل عندنا بالبلد كثير متطور لسببين. أولا كفاءة الطبيب السوري اللي أبدى كفاءة على مستوى العالم كله. صحيح. اثنين، الكم الكبير والعدد الكبير من المرضى على مدى السنوات الماضية، هذا الشيء أدى لخبرة تراكمية كبيرة عند الأطباء. حتى بتشوفي الوفود عم تتقاطر لعنا من البلدان، من لبنان، من العراق، من دول الخليج. حتى المغتربين السوريين أنا لاحظت أنه ما لهم ثقة يعني بتجميل برا، فبينطروا الفرصة المناسبة ليجوا لعنا، هاي لثقة بكفاءة وشطارة الطبيب السوري. هلأ هذا الموضوع، موضوع الإصابات الحربية أو آثار الحروب أو آثار الحروق، الحقيقة يعني بالخبرة بالممارسة قدرنا نجمع أكثر من طريقة علاجية، يعني سواء العلاج البسيط بالكريمات تدرجا إلى علاجات بالحقن، نهاية بالعلاجات بالليزر مع الأطباء الجراحة التجميلية، العلاج بالعمليات الجراحية. نعم. نفخ البالون، الطعوم الجلدية إلى آخره. وإن شاء الله بتكون خطوة كبيرة لقدام لنقدر ندمج هالناس اللي ضحت لبلدها ونشيل عنهم الأذى والرد النفسي ونرجع ندمجهم تاني مرة بمجتمعهم. إن شاء الله يا رب. يمكن هون كمان أشرنا على نقطة مهمة سلمى بمجال التجميل، إنه التجميل هو أحياناً إذا أخذناه بهذا المنحى الإيجابي لنحن نقدر نرمم تشوهات حاصلة بالحرب نتيجة الحرب القاسية على سوريا لا إرادية، فنحن هون أمام عن جد خلينا نقول فتحنا باب جداً مهم، وخاصة نفسياً، يعني مثل ما قلت أحياناً التشوه بيعمل أذى نفسي للشخص. الرد النفسي كتير، الرد النفسي تمام. احنا بنتمنى يكون هذا كمان يعني مدعوم بمعالجة او دعم نفسي من وزارة الصحة او أكيد. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى اخره. لازم يصير تآزر وتعاون وتضاوض. نعم. ما بين الاطباء والمختصين على الحالة النفسية. نعم. نعم. دكتور ايضا خلينا كمان هيك نفوت لمثال، كثير صبايا يمكن بتجي بتعمل مثلا فيلر او بوتوكس او هدول القصص، احيانا بتزيد يعني بتزيدها، يعني بيكون مثلا هي تمها حلو
بس بتأوفر شوي شوي. فأنت هون بهيدا الحالة بتقلا إنه لا نحن بنكتفي مثلا بكمية معينة لا تزيدي، لأنه الزيادة بصير بدل ما تتجملي بصير في تشوه أحيانا. فهون كيف بتتعامل مع هدول الأشخاص يلي عندهم هوس بالتجميل وبالمواد الزائدة بالوجه؟ تماما. هلا اول شيء يعني قبل ما نحكي عن هي القصه، انا حابب بس انصح الصبايا بموضوع حقن المواد المالئه. نعم. او الفيلرز. المواد المالئه نوعين، مواد مؤقته وهي الامنه تركيبها هيالورونيك اسيد من تركيب الجلد وبالتالي الجسم بيمتصها وما الى اي اشكال. في المواد او الفيلرز المواد الدائمه، هي كانت دارجه من 10 سنين او 15 سنه. سيليكون. تمام. السيليكون والبولي اكريلامايد مثلا، هي الحقيقة يعني كارثة، وللأسف لسه في أطباء لحد الآن عم يحقنوها لأنه رخيصة. هلأ هي كارثة الحقيقة، يعني هلأ ممكن تضل مع الصبية 100 سنة ما تعمل لها أي أشكال، لكن إذا بلشت تعمل لها أشكالات حقيقة ما بتخلص. يعني هي الأشكالات يعني لا تبدأ بالالتهابات والتقيحات، أو تبدأ بالالتهابات ولا تنتهي بتغيير مكان الحقن. يعني ممكن الوحدة تحقن خدودة هون، بعد سنة تلاقي وحدة هون وواحدة برقبتها مثلا. إيه، فهذا الموضوع كتير كتير سيء، يرجى الانتباه له يعني خاصة للصبايا. بس هذا كمان بده التزام أخلاقي من الطبيب، أنه أنا ما أدخلها لهي المواد على عيادتي ولا أسترخصها يعني. صحيح. بالنسبة لسؤالك، هلأ ما في بنت ما أنا حلوة، ما في صبية مو الله عاطية لمسة جمال. فأول شيء بالنسبة للطبيب بده يحاول يقرأ الصبية، يقرأ نفسيتها للصبية، أنه هي ترى هي بحاجة تجميل أو غيرانة من رفيقتها مثلا أو من أختها عملت فهي بدها تعمل. يعني بدنا نقراها للمريضة لنقدر ننصحها وتعمل الشيء اللي ما يأثر عليها مستقبلا. صح. أو بشكل أنه ما تأوفر، يعني أنه أنت يا حبيبتي بتلبق لك كذا مثلا، ما بتلبق لك هيك، حطي مثلا سنتي نص سنتي، خدودك لا تلعبي فيهم. بدك تحاولي مثل ما قلت لك تقريها للمريضه، تعرفي شو الخلفيه النفسيه تبعها. انا شفت 70% هو غيره بصراحه، يعني فئتي عملت لا بدي اعمل انا، يعني ما انا جد اي ما انا احسن مني، وهي بتكون فاتنه الحقيقه. يعني هلا كثار منهم بيتجاوبوا معنا، بيتقبلوا النصيحه، وبالنهايه هذا سالي يعني التزام اخلاقي من الطبيب. يعني المريض منه سلعه، يعني منه للتجاره. يعني اكيد بنحاول ننصحه ونعمل معه مقاربه، عنده شيء جميل بوشه منضوي عليه، عنده ديفو خفيف نخفيه. صحيح. ومنحاول ننصحه لشيء ياخذ نتيجه افضل. نعم. اكيد. طيب دكتور، كمان بدي اسالك، يعني كثير بنسمع عن بعض الاخطاء كمان الشائعه اللي موجوده، اللي هي بلشوا بالتجميل على بكير. يعني بدك تعملي بوتوكس، بلشي بوتوكس من انتي وصغيرة احسن من ما تستني الخطوط لتطلع بالبشرة، بيصير الفعالية اقل من التجميل. بدك تعملي مثلا خليني اقول تغيير بشكل العين او بلشي كله من صغر. فصرنا نشوف صبايا لسه يعني علامات العمر ما بلشت اساسا على وجههم، صاروا يعملوا فيلر ويعملوا بوتوكس. صحة هذا الشيء؟ هل مزبوط لازم الصبية اذا بدأ نقول تكافح خطوط العمر ما بدها تمر فيها، مع انه الجمال حلو يكون بكل مراحله؟ تماما. حلو البني ادم يطلع يشوف هاي الخط اللي بيطلع وقت الواحد يضحك او رفعه الحاجب كله حلو. بسن معين اوكي نحن بدنا يمكن نرجع شوي هاي الخطوط لورا، هل صح هذا الحديث؟ هلا التجميل حلو باستطباب، يعني انه يكون الصبيه فعلا بحاجه تجميل، وهذا الشيء انه لا بلشي بكير ولازم تلحقي حالك وكذا. انا بشوف سببه هو الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وجروبات التجميل اللي هدفها اكيد مو النهوض بالواقع التجميلي. الفاعليه اللي ممكن تاخذها تختلف. يعني انا اليوم اذا صبيه عملت فيلر او بوتوكس لجبين او وش كامل او بال20 مثل اللي بال30 مثل اللي بال40 ولا لا؟ ما في فرق. ما له علاقه العمر. ما له علاقه. اللي له علاقة أنه في ضرورة، في استطباب أو ما في استطباب. يعني أحياناً بتشوفي صبية واللي عامل وراثي مثلاً عمرها 21 سنة، التجاعيد واضحة على جبهتها وزوايا العين، أو عاملة ريجيم قاسي مثلاً خسراني جزء من وزنها، بيأثر على البشرة فورا، بيأثر على البشرة وتظهر التجاعيد. قد تكون بعمر 21 أو 22. إيه لا، هي بحاجة. هون في ضرورة وفي استطباب. نعم. أحياناً تجيك صبية عمرها 30 سنة ما عندها ولا خط بجبهتها، لكن مثل ما حكينا يعني
نجرت وراء الدعايات والترندات وإلى آخره. إلا بهالحالة ما في ضرورة أبداً. نعم. اللي بيقدر هذا الشيء هو الطبيب. الطبيب الأخصائي. الطبيب الأخصائي حصراً هو اللي بيقدر هذا الشيء وبينصح المريضة. نعم. حتى التدخين سلمى، الأرجيلة، الكحوليات، السهر، كلها كمان هي كمان من عوامل أذى البشرة، ويمكن ما بتحس عليها البنت لعمر معين، بتقول يا الله أنا بلشت بشرتي تختير عبكير، يمكن ممكن يكون من هذا السبب. هلأ كتير يعني عم نلاحظ تحت العين هدول في تعب عند كتير من الصبايا وهالهالات، فعم يلجأوا لها كتير هيك من القصص. خلينا هيك هلأ نفوت فيها مع حضرتك بما أنه اختصاصي تجميل، نحكي عن الفيلر تحت العين، قديش فاعليته هي منيحة، الميزو والبلازما والفرق بيناتهم. هلأ السواد تحت العين بدنا ننفي شغلة الإصابات الغدية، إصابات الغدة الدرقية، أنه ما في مشكلة بالدرق. إذا ما في مشكلة غدية أو هرمونية فالموضوع نعم. هو إما وراثة أو تعب وسهر وإرهاق، نمط حياة يعني، وتدخين مثل ما حكينا يعني. الحقيقة العلاجات بالخبرة اللي أخذناها أفضل شيء هو حقن الفيلر. حقن الفيلر بس فيه له سلبيتين. أولاً ما بيطول، يعني ماكسيموم 3-4 شهور. ثانياً لازم ينحقن الهيالورونيك الأسيد عالي النقاوة. منطقة تحت العين منطقة حساسة جداً، فإذا انحقن فيلر رديء ممكن يؤدي لخراجات تفاقم مو تفاقم، يعني بصير في تضطر فيما بعد الصبية لشد أشفان سفلي. فلازم يكون الفيلر بمنتهى النقاوة. هلأ الميزو فيلر جيد، نتائجه جيدة، بس بده جلسات متعددة. بده مينيموم 4 جلسات، من 4-8 جلسات بفاصل أسبوع لعشرة أيام بين الجلسة والتانية. شفنا كمان نتائج إيجابية بحقن البليتليد ريتش بلازما والبلازما الغنية بالصفيحات، كمان بثلاث جلسات عم نلاقي تحسن 40-50%. أفضل علاج للهالات السوداء والجورة تحت العين هو حقن الفيلر، بس مثل ما حكينا السلبيتين له، ما بيطول ولازم تحقن المريضة الفيلر الهيالورونيك عالي النقاوة. نعم. يعني سلمى مع نصائح الدكتور ومع المعلومات اللي قدم لنا اياها تكون فقرتنا خلصت، ولكن لسه في اسئله كثير نحن بدنا نسالها تحت الهواء وعلى الهواء ايضا مره ثانيه. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور احمد الصالح، اخصائي تجميل وجلديه، شكرا لوجودك معنا ونورت صباحنا لليوم. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين الاكار، نورتونا. شكرا لك كثير دكتور، وبنتمنى كل الصبايا والسيدات يكونوا استمعوا لهي النصائح واستفادوا منها ان شاء الله يا رب. نحن نصيحه اخيره بس، يعني كل الصبايا مثل ما حكينا البوصله تبعهم هو جمالهم. صح، اوكي نحن معك، بس توجهي لاخصائي، لا تروحي وراء جروبات التجميل والميديا. صحيح. والاعلانات. صحيح. الاخصائي هو الاقدر على مقاربه الوضع، الاضاءه على اماكن الجمال عندك. صح. واخفاء الديفويات. صح. شكرا كثير لك دكتور، سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.